تلعب عليك لعبه جديده يا حسن. اللي هيعرفها مكان زي ده من اساسه. مش هو ده العنوان اللي مكتوب في الورقه؟ اي كلام وخلاص. اي كلام؟ لا طبعا مش اي كلام. البت دي معرفه حد الموضوع وهو اللي جاب الورقه. ممكن بجوز امها او ابنه او اي حد عايز يستفيد من اللعبه. كل وارد. ايه ده؟ ها؟ دي حاجه خطرة ده. ايه؟ كمالية؟ انت بتعمل ايه هنا يا حسن؟ اقعدي يا كمالية. اقعدي. مستحيل يجي في بال حد اني جيت هنا اهو. النبي انت مش بنت عبيطه؟ حد يسيب شقه لوكس زي ديت ويقعد في الخرابه بتاعت جوز امك؟ اللي رماك على المر بنت انت لازم ترسيني على الحوار. هو الراجل ده عايز منك ايه؟ هو انت لطشتي منه حاجه؟ قطع لسانك. هو انا وش الحاجات دي يا بت؟ امال ماله؟ طايح كده وبيلفلف وراكي. يكونش بيحبك وعايزك وناوي يعني يرجع الميه مجاريها؟ مالكيش فيه. وبقول لك ايه يا وزده يا اختي، انا جايباكي هنا يا حبيبتي ونس، مش واكلني يابا يا روح امك. حاضر يا ست الكل. هو الصاحب ليه ايه عند صاحبه؟ يا بنت بطلي سفاله، يا بنت بطلي سفاله وانجزي. يلا عايزين نوضب البيت ده هو والشغل. لا مش هينفع دلوقتي، احنا نكن هنا حبه ونبقى نروح الشغل بعدين. وانت بقى يا حلوه تقدري على ايجار شقه زي دي ولا هي تمليك وبتغزي العين؟ لا ايجار يا اختي، وحياه مصحف ربنا ايجار. وهو دفع الايجار 3 سنين مقدما قبل ما يخلع. اللي انا عايزه اعرفه بقى، انت ليه حطيتي الورقه على العربيه؟ ما هو كده هيعرف مكانك. بلعبه. عايزاه كده يلف حوالين نفسه، تبقى عينيه في وسط راسه، يحس كده اني محوطاه من كل يمه. وين مالك يا بنت عماله تلتي وتعجني زي خالتي وخالتك؟ بتموتي كده ليه يا اختي زي الليكره؟ ما تخلصي، عايزين نوضب البيت. بس بقول لك ايه، انا لازم استاذن امي واشقر عليها من وقت للتاني، وبعدين يعني مش هينفع ابات معاكي هنا كل يوم. ماشي ما يجراش. يلا حطي الشنطه دي في اي حته وخشي جوه هاتي الكرور. ماشي استنى عشان بالله. مش المفروض انك تكون في المعرض دلوقتي؟ بتعمل ايه هنا؟ ايه ده كمالية؟ وانا فاهم كل حاجه. فهمني ايه؟ لما واحده تكلمني على التليفون وتقولي لو عايزه تشوفي جوزك بيخونك تعالي العنوان ده، واجي والاقيه قاعد هنا، افهم ايه؟ ممكن اعرف الواحده دي مين؟ هو ده اللي همك؟ سبت كل حاجه وعايز تعرف مين الواحده دي؟ يا ست الناس عايزه اعرف، انت تعرفيها؟ لا ما اعرفهاش، اصل ما كنتش جايه هنا، بس قلت اعدي كده ولقيتك. واضح انك فاهمه غلط. فهمني الصح. طب ممكن توريني الرقم اللي كلمك؟ انت سبت كل حاجه وعايز تشوف الرقم دلوقتي؟ يا كمالية هو انت قفشاني في شقه مفروشه؟ على فكره كمالية حسن جاله نفس التليفون ونفس المضمون المكالمه كمان. يعني اي حد يقولك عني حاجه تصدقها. وانت جاي تعملي ايه؟ مش جاي تقفشيني؟ واضح ان في حد عايز يوقع ما بينكم. ايوه انا بقى عايز اعرف الحد ده مين وليه عايز يوقع ما بيننا. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.